عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، وكل شيء يكون بصحة جيدة كيف ديما وكيف العادة. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. سنة 1997 ضربات ماليزيا أزمة اقتصادية عنيفة كانت توابع ديالها كارثية. سوق الأسهم خسر النص من القيمة دياله، الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع، العملة ديال ماليزيا ما بقات تساوي والو. المشكلة تزادت ملي حتى الدول المجاورة لماليزيا حتى هما دخلوا في نفس الأزمة. بداو كيقلبوا على شنو هو الحل. لقاو الحل هي يتسلفوا من صندوق النقد الدولي، وباش تسلف من صندوق النقد الدولي خصك تقبل على الشروط ديال صندوق النقد الدولي. خداو الكريدي، خداو القروض. صندوق النقد الدولي وعد كاع هاد الدول الى نفذوا كاع الشروط غادي يتحسن اقتصادهم. ماليزيا والدول المجاورة قبلوا على كاع الشروط وهزوا الكريدي وسموا ديك المرحله بمرحله الانقاذ. هو بيني وبينكم ما كاين لا انقاذ لا والو. هذا القرار اللي خداته ماليزيا وجيرانها من الدول من بعد رجع عليهم غاب الكوارث. الازمه الماليه تحولت الى ركود اقتصادي اسيوي. السبب هو كاع البنوك الاسيويه المركزيه. اي مواطن ولا شركه بغى يتسلف شي كريدي كيزندحوه، حتى واحد ما بقى يقدر يقرب للكريدي. كاع اللي هزوا الكريديات تقريبا كلهم ما لقاو السيوله منين يرجعوا داك الكريدي. لهذا قرروا بزاف ديال المستثمرين والمؤسسات يهاجروا السوق الاسيوي كامل. بالسيف ما بنادم يعلق، كلشي رجع خايف على راس المال اللي عنده. حتى من الطلب انخفض في السوق المحلي، اكثر من 10000 من المواطنين خسروا وظائفهم بعد 12 شهر ما هزات الكريدي ماليزيا. شافت الحكومه الماليزيه باللي البرنامج ديال صندوق النقد الدولي برنامج فاشل، ما جاش باش ينقذهم، جاء باش يزيد يغرقهم. بداو كيفكروا في شي خطه باش يشوفوا شي حل بعيد على صندوق النقد الدولي. ناس من حقهم بغاو يجربوا طريقه واحده اخرى. شافوا راسهم عام هما غادا ورا خطه الاصلاح ديال صندوق النقد الدولي ما صوروا والو. شافوا راسهم كيرجعوا على اللور ما كيزيدوش لقدام. بداو كيقلبوا على خطه واحده اخرى، خطه بديله من غير صندوق النقد الدولي تسلفوا منه. الناس بداو يقلبوا ويبحثوا حتى لقاو برنامج اصلاح اقتصادي وطني نابع من ماليزيا نفسها. برنامج اللي خطوا ليه واللي حطوه واللي رسموه ناس ماليزيين تاقوا في الكفاءات ديالهم. اول خطه بداو فيها في هذا البرنامج هي شافوا كيفاش يلوحوا لصندوق النقد الدولي فلوسه. قرروا باش يتخلصوا من ديون صندوق النقد الدولي، ثبتوا سعر الصرف، السعر ديال الصرف ثبتوه، ومنعوا المضاربه والتجاره في العمله الاجنبيه. ما نساوش عاوتاني خفضوا حتى من سعر الفائده. والحكومه ما حبساتش غير هنا، بداو يقدموا تحفيزات ماليه لجميع القطاعات الاقتصاديه، والهدف كان هو الزيادة في الاستثمار. دعموا قطاع الصادرات وانتعش، وزاد الطلب المحلي. الحكومة عطات الأولوية لمبدأ الشفافية وعطات كل الصلاحيات المؤسسات الرقابة، وحطوا كاع الظروف والقوانين باش العدل يتطبق. والنتيجة كانت هي نجاح الاقتصاد الماليزي. تروجات الحالة عندهم، الناس نجحوا بعيد على صندوق النقد الدولي والشروط ديالو. النمو الاقتصادي اللي كان واقف سنة 1997 انتعش وعرف ازدهار سنة 1999. كاين دول اسيوية مجاورة لماليزيا باقا دابا مكملين مع صندوق النقد الدولي ليومنا هذا، باقا كيعانيو من الفقر والتقشف والازمة. والازمة اللي جات كتقيسهم، عاد زيد دول وحدة اخرى في افريقيا حتى هما كيعانيو نفس المشكل بحال المغرب مثلا ومصر وتونس. هاد الهضرة خصنا نقولوها للحكومة المغربية اللي ما بغاش تعيق وتفيق وتعرف باللي صندوق النقد الدولي جانا منه غير الهم والغم. الا قارنا ما بين العمله الماليزيه والعمله المغربيه غادي نلقاو كاينه فرق. الا قارنا الاقتصاد عاوتاني ديال ماليزيا بالاقتصاد ديال المغرب غيبان لك كاينه الفرق مسكين. اللي بغيتك تركز عليه في هذه الحلقه حل معايا دماغك مزيان. ماليزيا ما قدرش تستحمل شروط صندوق النقد الدولي عام واحد، ومغربنا الحبيب شوف شحال من عام هو مستحمل شروط ومصائب صندوق النقد الدولي، ومن الفوق كيف رد علينا شروط هاد صندوق النقد الدولي وكننفذوا داكشي بالحذافير. قالوا لنا رفعوا من الدعم كنرفعوه، قالوا لنا نقصوا من ميزانيه الصحه كننقصوا منها، قالوا لنا نقصوا من ميزانيه التعليم كننقصوا منها، اللي قالوا لنا كنديروه. انا اللي بغيت نعرف علاش اخنوش وحكومته ياك معروفين عندهم الفلوس، علاش عمرهم فكروا يديروا قاطعه مع صندوق النقد الدولي؟ انا غادي نتكلف وغنجاوبكم على هذا السؤال. كيفاش بغيتي واحد الناس يديروا قاطعه مع صندوق النقد الدولي؟ هو اصلا اللي فارضهم علينا. ايه هذه الحكومه اللي كتشوف دابا حكومه فارضها علينا صندوق النقد الدولي. الا كان صندوق النقد الدولي بمثابه سرطان الدول كيف كيقولوا بزاف الناس، هذه الحكومه اللي كاينه دابا راه ورم سرطاني بالنسبه للمغاربه. حكومه اللي جايبه صندوق النقد الدولي
غادي تفرح ليها. هاد الحكومه ضعيفه بزاف. هاد الهضره اللي كنقول انا دابا انا عارف كل شيء عارفه. نتحدى تكون هاد الحكومه عندها شي استراتيجيه على المدى البعيد. ما عندهاش، ما عارفش حتى حجم المسؤوليه اللي عليهم والالتزامات اللي عليهم. اشنو كتسنى من حكومه اللي كتفكر تهز كريدي جديد باش تخلص الكريدي القديم؟ شنو كتسنى من حكومه استراتيجيه ديالهم هي غيتخلص الكريدي القديم والجديد من جيبك ومن جيبي، معوله على جيب المواطن باش تخلص الكريدي؟ ملي حلينا عينينا معكم في هذه البلاد وحنا كنسمعوا باللي كاين واحد البرنامج ديال الاصلاح ما بين الحكومه وصندوق النقد الدولي، شي اصلاح ما شنا. اللي شايف انا عام على عام البلاد كتغرق كريدي، المواطن ما بقاش قادر يجيب حتى مصروفه اليومي. هذا الشيء اللي كنقول انا راه ماشي شي حاجه غريبه، الناس كاملين عارفين هذا الشيء، ما كيحتاجش الناس نقول لهم انا الواقع، الواقع راه عايشين فيه، عارفينه، حافظينه، شاربينه ما. حنا عارفين في الوقت الحالي دوك الزيادات اللي كاينه في المازوط وفي الفواشير ديال الضوء والماء والسلع الاساسيه، المستفيد الاكبر منها هما كروش الحرام وصندوق النقد الدولي. عام على عام كتغرقوا البلاد، كترفعوا من الدعم، ساليتوا من المحروقات، دابا مشيتوا للبوطه. وملي كنقولوا ارتفاع سعر المحروقات يعني ارتفاع سعر كاع المنتجات الاساسيه، وحكومه اخنوش كتقول باللي باقا كتفكر تهز الكريدي من صندوق النقد الدولي وباقا جايين زيادات جداد. راه ماشي عندك حكومه ورئيسها مربع على عرش افريقيا من صحاب العاقه، هادشي كيعني باللي راك ناجح اقتصاديا ولا راك غادي في الطريق الصحيح. كيفاش غادي في الطريق الصحيح وحنا عندنا بزاف ديال المواطنين تحت عتبه الفقر؟ كيفاش نتوما غادي في الطريق الصحيح وبزاف ديال المواطنين فقدوا خدامهم؟ كيفاش غادي في الطريق الصحيح وحنا ما عندنا لا تعليم لا صحه لا والو؟ علاش في نظركم نصائح وبرامج صندوق النقد الدولي كلهم فاشلين وما كيجيبوش نتيجه؟ بغيتش تعرفوا علاش؟ خاصكم تسمعوا مزيان لهذا الخبير الاقتصادي المصري باش تعرفوا علاش. افشل روجيتا موجوده، روجيتا في صندوق النقد الدولي. بالمناسبه جميع الدول اللي خرجت وطلعت وبقت نمور وقفزت بعدت عن هذه الروجيتا المريضه. على حساب ما فهمت من كلام الخبير الاقتصادي المصري، الدول اللي نجحوا في العالم كامل استغناوا على صندوق النقد الدولي وبعدوا على نصائح صندوق النقد الدولي واعتمدوا على نفوسهم وطلعوا راسهم براسهم فحال اللي دارت ماليزيا. اكثر من 11 دوله، اكثر من 30 عام وهما كيتعاملوا مع صندوق النقد الدولي. هاد الدول كاملين بقاو في بلايصهم ما تزادتش عليهم حتى شرويطه. والعيب في كاين كيتسلفوا من صندوق النقد الدولي وكيتبعوا نصائحه بالحذافير ديالها كيف ما كيدير المغرب. بزاف ديال الدول ما قادرينش يبعدوا على صندوق النقد الدولي، ومن حدهم ما قادرينش يبعدوا على صندوق النقد الدولي تيقوا بيا، عمر الاقتصاد ديالهم ما غيوقف على رجليه، عمرهم غيشوفوا النور. ومن بين هاد الدول اللي باقا مجرجرين لحد الان مع صندوق النقد الدولي تونس ومصر والمغرب. ومن بين اهم الدول اللي خرج عليها صندوق النقد الدولي وجاب الاخير ديالها هي الارجنتين ومصر. دابا الارجنتين كتحتل المركز الاول ما بين الدول اللي كيتسلفوا بزاف من صندوق النقد الدولي، وتابعها مصر. مصر كتجي في المرتبه الثانيه. الارجنتين حتى هي وافقت على جميع شروط صندوق النقد الدولي ونفذوها بالحذافير ديالها. ومن بين اهم هاد الشروط بيع القطاع العام واصول الدوله، ايه املاك الدوله كامله باعوها، وتقليل الدعم وتعويم العمله. وفي الاخير كانت النتيجه ما بقاو يلقاو باش يسدوا داك الكريدي اللي عليهم، ما قادرينش يرجعوا دابا الكريدي اللي عليهم. دابا في الارجنتين المستثمرين ولاد البلاد هربوا قبل الاجانب وانهارت عندهم العمله، واخا عياو يزيدوا في الضرائب، نسبه الفقر عندهم زادت وصلت 40%. يعني صندوق النقد الدولي خرج على دوله الارجنتين في خطره. ناخذ دوله واحده اخرى حتى هي عندها قصه مع صندوق النقد الدولي، تونس في 1987 اول مره تونس كتهز فيها قرض بنكي من صندوق النقد الدولي. دوله تونس اكثر من 9 ديال الاتفاقيات ديال القروض مع صندوق النقد الدولي، وفي الاخر ما تزاد عليها والو، تونس بقى في بلاصتها. تونس فشلات في خطه الحمايه الاجتماعيه، تزادت البطاله في تونس في 2013، خداو حتى هما قروض كبيره من موراها. شنو كيتزاد في تونس غير الضرائب وثمن المعيشه؟ اتجهت الحكومه التونسيه الى خصاصه وباعت جميع الاملاك ديال الدوله، وكانت النتيجه هي طاحت قيمه عمله تونس، وصندوق النقد الدولي رجع اسيدي رافض يسلف تونس. السبب قال لك اسيدي تونس ما كتنفذش تعليمات صندوق النقد الدولي كيف ما خصها تنفذ. دابا علاش مثلا المغرب وبزاف ديال الدول العربيه ما كيفكروش يديروا واحد الاصلاح اقتصادي وطني يكون نابع من البلاد بحال اللي دارت ماليزيا؟ عرفتوا مشكلتنا حنا العرب في كاينه؟ مشكلتنا ما كنتيقوش في بعضياتنا وما كنرضاوش بعضياتنا، وما عندناش حتى ثقه في راسنا، وما عندناش ثقه في علمائنا اللي موجودين، ما عندناش ثقه في الرؤيه ديالهم، ما عندناش ثقه في الامكانيات اللي عندنا. حنا دابا في المغرب
خلينا من الزوا، احنا في موقف ما يحسدنا حتى واحد عليه. دابا احنا ما نقدروش نبعدوا ولو دقيقه على صندوق النقد الدولي. الابتعاد على صندوق النقد الدولي بمثابه انتحار، وغادي يشكل علينا خطوره هادشي الا بعدنا من صندوق النقد الدولي. والسبب راجع لسياسه السيوم بن كيران والعثماني، ودابا ها هو كيكمل داكشي اللي بقى السيوم عزيز اخ النوش. صندوق النقد الدولي عنده الربح، يبقى الفساد والاهمال والرشوه والمحسوبيه في البلاد. صندوق النقد الدولي ولا كيفرض على المستثمرين التابعين ليه شكون هي البلاد اللي يمشيو يستثمروا فيها. يعني اي محاوله باش تبعد على صندوق النقد الدولي كون مأكد البلاد غتغرق، حيت فات فينا الفوت. وشنو في نظركم الحل؟ الحل ما تسناش من يوتيوبر يعطيه لك، الحل يعطيه لك هذوك البرلمانيين اللي كيستافدوا من المأدونيات و4 المليون في الشهر والطوموبيله فابور. الحل يعطيه لك بالكيره اللي كيشد عاوتاني 7 المليون في الشهر. فحال ديما الا وصلتي حتى لهنا ما فيها باس تهبط وتخلي تعليق، غير عكس في هذوك اللي فينا كاع ما كيحنوا. قول رايك صاحبي، تيق بيا راه كيخافوا منه. ها هو مشى عمي، كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي.